اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طبعا النهارده حلقه زي ما قلت لحضراتكم بعنوان جمهور الاهلي يؤمر. جمهور الاهلي امر بوجود النجم محمد بركات، بركات استجاب على طول. جمهور الاهلي وهو امر بسيد معوض. ايه؟ امر بسيد معوض. خلينا نكمل الكلمتين. لا ثانيه واحده، يعني هو قال لك ايه؟ انا والله ده انا جاي لكم وبتاع وكلام، هو بيتكلم من بره. فاز حركه حلوه قوي. لا يعني عسل. مش عايز اقول لكم يا جماعه بس حصل ايه في الفاصل. يعني هبقى نقول الكواليس دي بس مش دلوقتي، هنبقى نقول احنا الثلاثه في برنامج تاني خالص غير ده. ازيك يا نجم؟ ازيك كابتن اسلام؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار الجيم والعضلات والبشرة. شغال والله، بحاول اعمل فورمه بس. بقول لك ممكن تعتبرني مش موجود وحضرتك تتكلم معاه وتحاوره؟ لا انا مش هحاور، انا انت اللي بتحاور وانت اللي بتسال. انا عايزك تساله سؤال واحد بس. اتفضل يا نجم. انت سيد كل فيديوهاتك اللي بتنزلها على الانستجرام، انت في الجيم صح؟ عمال تشيل، يعني سيبك انت يا عم بتنطط كوره صغيره، كوره كبيره، بتعمل مش عارف ايه، انت مهاري وده نبصم لك بالعشره، الموضوع خلصان بالنسبه لك. ماشي خلصان. لا 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 خلصان فنيا، فنيا الموضوع خلصان. ماشي. انت بقى ساعات الاقيك قاعد بتتشعلق وحاطط لي رجلك مش عارف ايه، وساعات تقوم شايل ما اعرفش ايه، وكذا مره يجي لك اقول له يا سيد انت هتضرب حد، انت حد مضايقك، انت ما اعرفش. فاساله هو ليه بيعمل كده؟ يعني فاهم، اساله هو ليه بيعمل كده. لو سمحت يعني ممكن ترد على السؤال ولا لازم انا اساله تاني؟ لا لا طب اتفضل. تغيير عادي. تغيير فين؟ ما فيش تغيير. ما انا بقول لك هو كله كده، هو فين التغيير؟ هو ما فيش تغيير. التغيير بالنسبه لي انا يعني وانا بلعب انا ما كنتش مهتم اصلا بالجيم ولا اي حاجه. يعني انا مين اللي ما كانش مهتم بالجيم؟ مهتم بالجيم في الاصابات بس. بتلاقي يعني انا خلي بالك انت قاعد معانا، يعني مش قاعد في حته ثانيه. وبعدين قاعد مع اتنين برضو يعني ما شاء الله كانوا مهتمين بالجيم جدا ايام ما كانوا بيلعبوا، يعني كان على طول مهتمين باللياقه البدنيه عامه. يعني اللياقه البدنيه عامه، يعني ما اظنش ان انا قابلتكم صدفه في الجيم، يعني إحنا؟ مثلا واحنا بنلعب. لا قابلنا، قابلتنا صدفه بس انت ما كنتش لسه جيت. اقول لك بقى، الجيم بيخلي الواحد لما تخش كتير الجيم خليك انت لو عندك ماتش ولا حاجه عضلاتك تبقى تقيل مش قادر انما السهر. لا صح، لا هو السهر بقى يعني في حاجه. النجم كان عنده مقوله دايما كان يقولها لنا، دايما كان يقولها لنا. يقول لك ايه؟ اسمع اسمع، انا ما اعرفش هيقول ايه بس انا اقول لك. بيقول هيقول لي اتفضل يا نجم. اللي ينام بدري هيبطل بدري، هيبطل بدري. ايوه. طب ما تجيب عينات كتيره والناس اللي بتنام بدري. ليه؟ جمعه كان بينام بدري. وتريكا بينام بدري. ده سادة كلهم بطلوا متاخر، مفيش حد كان بينام بدري. احنا اللي بطلنا بدري. سادة صح والله. يبقى تنصح الشباب بايه؟ شباب لعيبه الكوره انهم يناموا بدري. بالظبط كده. ويشربوا اللبن ويذاكروا دروسهم. ازيك يا سيد؟